السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي متابعين قناة جيم بلاي. معاكم مشاري، أحييكم وأرحب بكم أعزائي المتابعين. أنا حبيت بس أن أوضح لكم طريقة دخول الروم في بعض الملاحظات التي أفادوني فيها الأخوان بطريقة أو إفادتكم بطريقة الدخول الروم. أعزائي طبعا إذا صار فيه مسابقة أو أقامت جيم بلاي مباراة في الرومات، الطريقة كالتالي: دخولك الروم طبعا بيجونك راح يصلك رسالة في الخاص من المنظمين للروم التحدي، سواء كان دو أو سكواد بشكل عام. أعزائي تتوجه مباشرة إلى تحديد الوضع، ثم بعد ذلك تضغط الغرفة مباشرة، تضغط على الخانة الموجودة في الجهة اليسرى في الزاوية، تضغط عليها وتختار تضيف الرقم اللي راح يرسلوا لك يا الأخوان اللي هو رقم الروم. تضيف الرقم الروم بالشكل هذا وتضغط دخول، راح تدخل مباشرة إلى الروم مثل ما أنتم شايفين الآن. طبعا هذا اختيار الدو، وتقدر في نفس الوقت تختار الطريقة الثانية. طبعا راح تختار المربع اللي بيكون فيه زميلك تنتقل عليه، تضغط مرتين مباشرة راح تنتقل عنده، أو إذا حسيت أن الشخص هذا مش زميلك تضغط المربع مرة ثانية بالطريقة هذه وتنتقل إلى الخانة الجهة الأخرى.